ازيك ياسين؟ الحمد لله. امبارح انت فاجئتنا بصور عيد ميلادك وخالته انغام كانت معاك. كلمنا عن علاقتك بالفنانه انغام وايه هي الهديه اللي جابتها لك في عيد ميلادك. يعني انا فرحت جدا لما شفتها، لما جت انا عزمتها على عيد ميلادي وهي فرحت جدا ان هي هتيجي عيد ميلادي، فانا عزمتها. اول ما شفتها رحت حضنتها وقعدنا نهزر ونلعب، وصحابي قالوا لي عيد ميلادك ده احلى عيد ميلاد، احلى عيد ميلاد، وقعدوا يتصوروا مع خالته كتير قوي. والهدية اللي جابتها لي في عيد ميلادي ايفون. اوكي ياسين، بما ان نجمنا الصغير كبر بقى وبقى عنده 9 سنين، حابب تعمل ايه الفترة اللي جاية وايه الهدف اللي نفسك تحققه؟ انا الحمد لله بقيت اخد بالي من جسمي ومن صحتي ومن اكلي، وبقيت اروح جيم. وعايز اقول لاي حد اللي هو قدي بيتفرج على الفيديو ده، خدوا بالكم من صحتكم، يعني ما تنسوش تعملوا ورك اوت وكده. وايه الهدف اللي نفسك تحققه؟ ان انا ابقى ممثل كويس جدا والناس كلها عارفاني وبتحبني. مبروك على فيلم معالي ماما اللي هيتعرض في فبراير الجاي في السينما ان شاء الله. الله يبارك فيكي. قولي مين رشحك للمشاركه في الفيلم يا ياسين؟ ممكن احمد نور قال لي، كلمني في التليفون وقال لي انا عايزك في فيلم بقى كذا وكذا، فيلم معالي ماما. ورحت له الشركه وقعدنا نراجع وكده. طيب ياسين، كلمني عن دورك في شكلك طالع ولد شقي كده وهتتعب مامتك في الفيلم. لا بقى، ده انا يعني هعمل شقلباظات بقى، انا اسمي اباظه، ويعني انا واخواتي اللي هما نور ايهاب وسليم الترك هنقعد بقى نعمل شقلباظات في البيت، واي حد احنا عارفينه بنشوفه قدامنا بنعمل له مقلب. طيب ياسين، ايه رايك في الفنانه بشرى وشايف التعاون معاها ازاي؟ لا دي طيبة جدا. في الكواليس بقى بنقعد بنموت من الضحك على اللي احنا عاملين نقوله. واستاذ محمود الليسي، امكن محمود الليسي ده بقى، ده احنا بنموت من الضحك، ده التصوير كله بيقعد يضحك. مين النجمة او النجمة في الوسط الفني اللي نصحوك نصيحة مش ناسيها وقولنا ايه هي النصيحة دي؟ انكل كريم عبد العزيز، كنت بعمل معاه فيلم كيرة والجن هينزل ان شاء الله في عيد الاضحى. قال لي انت شجاع، يلا رك. بعد كل مشهد، في كل مشهد قبليه بيقعد يقول لي ركز، انت شجاع، يلا لو ركزت هتبقى كويس اجمد. طب تحب توجه له رساله؟ عايز اوجه له ان انا بعشقك، انا بحبك جدا. طيب ياسين، ايه اعمالك الفنيه اللي جايه سواء فيلم او مسلسل او كده؟ اللي هو معالي ماما وكده والجن اللي انا خلصته، ويعني الصراحه انا في مفاجاه كنت اعملها لكم، بس بقى طالما انتوا طلبتوها مني ما ينفعش ارفض طلبكم. هي بعمل مسلسل اللي هو يوميات زوجة مفروسة، بس بقى اللي هو بعمل الجزء الخامس الجديد، الجزء الخامس الجديد اللي انا عامله.